اللي بده يبتكر فن الكاريكاتير بده يكون هو شخصيته كاريكاتيرية. بحب التقى بالناس، بحب التقى بالأشخاص، شخص اجتماعي، بحب الفكاهة. كان لما يجي الضيوف تنمر عيون، كنت طفل يعني. كل رسام كاريكاتير له أسلوب خاص فيه، ما رح يضحي شبه الثاني. الكاريكاتير بيميز الرسام، بيأرجيك مين القوي فيه ومين الضعيف، لأنه ابتكر من دماغه. نحن وين؟ نحن بنص ساحة الجامع الأموي. رح نتعرف اليوم على شاب امتهن الفن وانطلق فيه بعالم البورتري وايضا بعالم الكاريكاتير. رح نتعرف على المكان الموجود فيه وايضا رح نتعرف على الرؤيه الخاصه فيه. هذا المجال حمل كثير من التطوير وكثير من التحديث. كل فنان وكل شخص دخل لهذا المجال قدم رؤيته الخاصه فيه. علي محمد اليوم قدم ايضا رؤيه مميزه وخاصه فيه، رح نتعرف عليها بهذا التقرير. يلا سوا. انا اختصيت بمجال البورتري حصرا. ليش؟ ان البورتري بيعبر عن شخصيتي. انا كل يوم بحب التقى بالناس، بحب التقى بالاشخاص، شخص اجتماعي، بحب الفكاهه. فلقيت جانب البورتري عندي اياه انه هو عالمي خلص، انه انا بلاقي حالي فيه، وطورته لهذا الجانب بالمجال الكاريكاتير. الكاريكاتير انا عندي مميز مثل ما حتشوفوا هلا بعد شوي، السرعه، اللون. انا بعطول بخصص بالبورتري ان كان حقيقي واقعي، مثل ما بيقولوا بستخدم انا لون واحد هو قلم الفحم، بيعطيني اللون الواحد بيعطيني عده تدرجات اللي هي انا بقراها بعالم الفلسفه شوي. حركات الوجه، يمكن نظره عينك، انا لما برسمك اقدر اكشفك من جوا شو انت من خلال الرسم. البورتري مرتبط ارتباط تام بشخصيه الانسان لانه هو اصلا متعبر عنه. نحن لما نبلش بورتري بنرسم يمكن ما تصدق، نبلش بخيالنا طبعا كهيك العظمي انا بشوفك، بعدين بعطيك طبقة اللحم، بعدين بعطيك طبقة آخر شيء الجمال اللي أنت فيه. بس هيك الطبقات كلها وين بتتكون؟ بالظل، هي اللي بتعطيني عاد وجه الشخص الحقيقي. لما بدي أرسمك أنا دغري مثل ما أنا شايفك أي شخص، بدي أشوفك دغري هيك مثل ما شايف بالأمام، برسمك رح تطلع ما بتشبهك. هتقول إنه إيه صح ملامحي بس ما أنا بحس شبهي. كاريكاتير لسه أعمق من بورتري. ليش؟ لأنك أنت عم تبتكر شخصية أنا شايفك قبالي، هلا بعد شوي بدي أرسمك. شافك قبالي بوجه الانسان الطبيعي، التقسيمات اللي خلقها رب العالمين وكل شيء بميزان. بس الفكره بشو؟ انا بشوف بدي اعمل كاريكاتير، بدي هي ملامحك بتفكر فيها شيء مستحيل حد يفكر فيه. ولهيك كل رسام كاريكاتير له اسلوب خاص فيه، ما راح يضحي شبه الثاني. اللي بده يبتكر فن الكاريكاتير بده يكون هو شخصيته كاريكاتيريه. يعني مثال، انا بصغري كان لما يجي الضيوف تنمر عيون، كنت طفل يعني. تعليم الاهل انه ممنوع التنمر، ممنوع كذا، بس ضل جواتي طفل، ضل جواتي بدي اعبر عن هذا الشيء، بس انا خايف من الاهل التعاليم كذا، فاختلقته وين؟ بالكاريكاتير. اللي صار فينا الرسامين قسموا قسمين، قسم رسام وعم يدرس او رسام وعنده وظيفة، فهذا الشخص ضيع مستقبل الرسم، صار هاوي خاص اختص انه شو بس بالشارع بيعمل لوحة لوحتين. عندنا قسم الرسام الحافي اللي هو شو خاص مجرد تجريد، هذا الرسام اللي يعني كل حياته رهنة للرسم. بس بالمقابل انا ما بدي ارهن حياتي، ماني فانكوخ لاجي اقطع قدي واموت، بدي ارهن حياتي وبدي اعيش ورا مهنتي. فاخترعت انه يكون في شيء تجاري. هلا اكيد عندنا احنا شيء فني، ولكن احنا الاسلوب التجاري هذا الاسلوب الطابع العام لكل الدول، الشيء التجاري للبيع والشري. فحبيت افتح مرسم بانه بسوقه تجاريا فنيا. اليوم السوشيال ميديا قطعا الشعب السوري طيب، اذا كانوا اثنين رسامين رفقه، حتى رفقه اثنين رسامين بتلاقي الثاني عم يجيب رسام زباين للاول. انا بحكيك صدق وشفت بعيني، بتلاقي حدي قليل بس عنده مثلا انه طابع الحسد او طابع الغيري، ولكن انه ما بتجرأ بالشكل العام انه يطلعك شغلك او رزقك. كل اسبوع عندي هون معرض بالهواء الطلق، بحط شي 20 30 لوحه وبتجي الناس بتتجمع، واحلى ايام هي ايام العطل. ليش بصير؟ الناس تجي بتتفرج بتصور. فالسياح لما اجوا شافوني قاعد عامل برا المعرض، تعرضت كذا مره لمواقف حلوه، يتجمعوا هذا اللي بيعزف اللي غنوا، بيشتروا مني دعم مادي. يعني في نوع من الناس بتحب هذا الشيء، بتحب المعرض الحر، الناس تجي تتفرج تاخذ راحتها، ممكن يكون عم ياكل شيء، ينبسط وعم يستمتع عم يتفرج عم ياكل شيء. كثير تعرض شفتها